قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المخرج في السنن المسند: في آخر الزمان أيام تسمى أيام الصبر، والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وأجر العامل فيها كأجر 50 رجلا. قالوا: منهم يا رسول الله ومنا؟ قال: منكم. هذه مع كونها تخبر عن واقع مر إلا أنها تشرح صدر المسلم للعمل والمدافع. أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس، أجر 50 من الصحابة، هذا ليس الأمر بالسهل ولا بالهين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني